زوج كريم جدد قال يلا كنحل في طوموبيل داز من حدايا غير بارازار. ايوا صافي قلت ليه راه سالي انا، قال لي يا بني يلا مشيتي مسالي شنو الساعه. غير درنا معاهم تصاورات وغناو شويه وداكشي صافي. ايوا صافي دابا شنو غادا ندير، دابا شنو غادا ندير البنات؟ غدا ورا زوج كريم او قدامي غدا وراه، لانه غدا نشريو ان شاء الله تلفازه وخفنا ما يكونش لي سباس، لانه ان شاء الله غتكون تلفازه كبيره يعني ما غاديش يكون لي سباس فين غدا نديرها يديرها هو في الطوموبيل، يعني ارين ما يبقاش لي سباس انا راه نكون جالسه حدا القدام. قال لي تبعيني احسن بالطوموبيل وجي ورايا من الاحسن. نتوما معايا فتيات خليكم معايا ان شاء الله. هنا البنات جينا البي سي وورد، هاد البلاصه هادي فيها اي حاجه كتعلق بداكشي الكترونيك، تليفونات، المهم اي حاجه الكترونيك، داكشي ديال التلفازات، داكشي ديال القهوه، اي حاجه بغيتيها كاينه هنا موجوده، العجانات ديال العجينه. البنات كنت بغيت هذاك الرقيقه اللي وريتها لكم، ولكن هذه خرجت نيو فهذه زوبسيون اللي واعرين. داك الرقيقه قال لنا ما تصلحش، يعني الا كنتو غديروها محطوطه لانه الدري صغار تغيلوا واحد الدري راه مشات صافي تشخشخات. هنا البنات بغيت هاد الطبله هادي ولكن ما بقاتش في السطور، هادي قال لك ما يمكنش نعطيوها لكم كتبقى كاشهار صافي. وقال لي زوج كريم هادي اللي عندنا باقا مزيانه يعني جديده وفيها الضو زوينه، حتى شي نهار نوريها لكم شنو فيها الضو اللي في اي كيشعل فيها هذا. ايوا صافي خليتها، قال لك خليها لحد حاليا خليها. وهنا البنات بغيت ناخذ شي حاجه ديال اللعيبات ديال القهوه، بغيت ناخذ البنات اللي عندهم اكسبيريونس ولا عندهم هاد اللعيبه ديال القهوه يفيدوني شنو هي الماركه اللي مزيانه. حنا ما كنشربوش قهوه ولكن غنديرها يعني الا جا شي ضيف كيشرب القهوه نكبوا عليه، حنا راه في الدار حتى حد ما كيشرب القهوه. المهم البنات يلا خدينا التلفازه، قلنا لهم لانه كدوري من الجهه الاخرى باش كتاخذيها من ستوك، ولكن قلنا لهم حنا خليوها لنا واحد الساعه عباش غدا ناخذوها، لانه بغينا ندورو شويه وبغينا ناخذ داك الدوفات وبغينا ناخذ حتى المسانت. وغدا نوريكم القياس اللي مزيان لذاك الدوفات باش تكون غليظه وغتسخنكم في هذا البرد. دابا البنات غادي نحركو غير طوموبيل وحده، هذا ولا عندي معكاز هذا، قالك من تمشاش قالك هزيني مشيو انا وياك لهيه وعافاش نرجعو، قالك نرجعو حطاني حدا طوموبيلتي باش نمشي نهزو التلفازه. قلت ليه صافي واخا عكاز بس مي ليزي. خصك مره تحرك اصاحبي، متبقاش جالس سمعتيني، خصك تحرك. زيد فمك الحركه مزيانه اصاحبي، خصك تسخن عضلاتك قاش مخشي ليا هنايا مقرقر ليا خلاص. بابا كيقول لك واش قال مقرقر ليا هنايا زعما واش قال مخشي ليا في الفراش. ودي كنا بغينا ناخذوا البنات داك الطبله ما لقيناهاش في السطور، قال لك ما كايناش سالات باعوهم، قال لك حتى من بعدها مشاو غيعاودوا يجيبوهم صافي. قال لك هذا من الجن اللي جايو الناس عجبو الحال ما باغيش يصرف. ايوا صافي قال لك هذيك الطبله شبيها، قلت ليه ما بغيناش نديرو اللون بزاف، ها البيض ها الكري ها الكحل. ايوا واش غادي نديرو دابا كورلان ستون غنخليوها. شفتوا البنات هنايا واقفين كنتسناو غادي يخرجوا ليه دابا التلفازه من هنايا من الجهه اللورانيه. شفتوا باش تجي نيشان يدخلوها لتما بلا ما تبقاو، ولكن ما كنظنش غادي تجي لي في الطوموبيل كبيره. هما الصراحه راه كيديروا ديليفري سورتو انه خديتيها من عندهم يعني لازم انهم يديليفريوها لك حتى للدار، ولكن حنا بغيناها اليوم، ولكن ما غاديش دير ديليفري حتى الغدا، ما غاديش دير ديليفري اليوم ما غاديرش الغدا. داكشي علاش قلنا صافي حتى نديوها معنا احسن، انا تبقاي تسني غدا والمشكله ما كيعطيوكش وقت مضبوط، كيقولوا لك ما بين 12 حتى 6 يعني خصك تبقاي تسني ما بين 12 حتى 6 بزاف. نبقى انا جالسه داير يدي على حنا كي قلت لي من الاحسن ديوها اليوم. ها شنو قلتي؟ What did you say? Huh?
What did you say? Don't put your phone down? Yeah. Why? Because I'm... Tell me why. Huh? Why? Don't put your phone down on me. Why? Because. Why? 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 السيد غادي قدامي معايا قلت ليه شنو بغيتي انا راه عروره هكا راه غنتلاقاو دابا في الدار قال لي لا عافاك بغيتك تبقاي تهضري معايا ونسينا راه توحشتك. المهم البنات شتو هاي التلفازه حطيناها في الارض فراسكم واحد الحاجه والله ما نكذب عليكم الا هادشي كلشي كيبان صغير في الكاميرا ما عرفت علاش تزوج كريم فاش كيبدا يتفرج معايا في الفيديو كيقول هادشي كيبان صغير اما في الواقع داكشي راه كبير يعني شحال من حاجه كتبان صغيره في الكاميرا ما عرفتش علاش. المهم هنا البنات هادي جبناها هنايا حطيناها هنايا باش ما نضيعوش الوقت لانه فينا الجوع وشحال من حاجه غرض شحال من غرض خصنا نقضيو غادي يرتب معايا اليوم انه كثر عليا كثرات عليا تماره صراحه وعيد داكشي ما بغاش يتقاد. شوفوا هنايا داكشي باقي في الارض شفتوا والله ما كملته البارح ما قدرتش نجمع داكشي ما امكن داكشي الباقي قال لي غادي نجي غنجمع معك. المهم بلاش خليكم معايا ان شاء الله نشوفكم بعد الفاصل. بعد فاصل قصير بقوا معنا. سم ديال البرد ديال البرد ديال بصح والله عرفتي الموت الكحل. المهم هنا البنات جينا ناكلو قلت لي الا ما ديتينيش ناكل دابا غنعوج لك هنايا. صافي راه فشلت لانه وليت كنعطل الماكله هاد الايامات وليت كنحس حتى بالذات ديالي ما بقاش عندي الباور ما بقاش عندي الجهد ما شاء الله. هادي البنات 65 65 انش ياك 65 انش ولكن واحد الحاجه البنات هادي يلاه خرجت الاخرى اهدا صدعتيني. هادي البنات يلا خرجت الاخرى هادي لانه كاين فيها رشو البوكس ديالها راه خلينا تما لانه راه ما كيف قلت لكم ما قدرناش ندخلوه في الطوموبيل. هادي البنات باش نعطيكم على معلومات البنات اللي باغين افاده بلاتي نعاونك يا الاخرى ديال ال جي والبنات اللي بغيت نعطيكم على معلومات انه هاد التلفازه هادي كاين جوج الانواع كاين النوع اللي ديجا كان يعني قبل ما تخرج هادي داك الضواو كيكونوا لداخل داك البياس الدخلانيين كيكونوا واحد الضواو بحال هكا وما كيعطيو الشع يعني الاشعاع الشعاع انا راه قلت لكم الدارجه ديالي ملاوطه الشعاع ولا مرات الاشعاع كيكون عاطي هذاك باش كيبان باش كيبان يعني الصوره هذاك كينغم لتحت هذه لا فيها كامله يعني كلها 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 ضواو في الداخل كلها 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 يعني بنات هاد التيليكوموند ديال التلفازه فيها الميكرو منين كتبغي تقلبي على شي حاجه بلا ما تحتاجي لا فك ما فك ما تكتبي غير كتسجلي صوتك من هنايا وكتطلع لك داكشي اللي بغيتي يوتيوب بغيتي فيسبوك اللي بغيتي حاجه اللي بغيتيها سجلي غير صوتك من هنايا شو هو ديروا المايك هنايا بناتي شتو ديري لك المايك هنايا وتقدري ديك الساعه تسجلي صوتك غير الصوت ديالك يطلع. وبالنسبه للبنات البلاصه ديال فاش كتقلبي كاين واحد البلاصه خاص يعني ملي كتسجلي الصوت ديالك كتقولي كتبريسي واحد اللعيبه باش كتسجلي الصوت ديالك وكتقولي كتقولي زعما شنو شحال احوال الطقس شحال درجه الحراره مثلا ولا درجه البروده كتجاوبك هذاك كتجاوبك في الصوت حتى هي كتجاوبك الصوت كتقول كذا برق قدا وقدا في المدينه اللي انتي فيها عاوتاني بالنسبه للوقت حتى هي كتجاوبك بالصوت يعني سمارت وفوق فوق سمارت يعني شي حاجه اللي زوينه البنات اللي باغين ياخذوها يلا خرجه جديده راه باقا نيو فاش غادا تلقاوها كتباع مكتوبه فيها نيو يعني يلا خارجه طاجي معاكم. اولا باش نوريكم هنايا البنات شوفوا حتى يجي راه مشى عند صحابو تيجي ونسولو لكم ونقول لكم شنو كتب باش طلع ليه هادشي هو هذا سولتو البنات انا راه مع كل حاجه كنشوف لي كومونتير ديالكم الحاجه اللي بغيتوها هاد الغشه هذا اللي كيتغلف به الناموسيه عرفتوا البنات مريح في النعسه ومقطن كتحسي بيه فشي كيسخنك غتكي عليك يسخن ماشي بحال هذوك الاخرين كتكي عليك كتحسي بيه بارد ماشي ديال هذا الجو هذا الصراحه هذا زوين كيسخن مزيان وخاص بالناموس يعني راه فيه لاستيك. هنا البنات شوفوا هذا هو اللي وصل اليوم شفتوا هنايا هذا داير التوب ديالو بحال
ما نقولش لكم بحال الحرير وانما حرش شويه على الحرير، ولكن يعني ديال النعاس تنعسي عليه مي يعني ما يضركش وجهكم، يعني مريح للنعسه. شوفوا هنايا كيفاش داير، هنايا ديال الموبرا بحال الشكل ديال الناموسيه وكيبري، شفتوا؟ وهنايا في هذا في هذا العقيق هذا هنايا، شوفوا شفتوا على هذا الشكل هذا، شي نوريكم هنايا شفتوا البنات، هنا كاين هادي. مازال غادي ناخذ واحدين اخرين واحد اللعيبات غادي يحمقوكم واحد ستيل غزال 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 غزال. غير هو البنات قولوا لي باش نهرس اللون، قلتوا لي الاحمر ما زوينش، انا راه غادا معاكم داكشي ديالكم داكشي اللي كيعجبكم، غنمشي على ذوقكم. من بعد ما تقولوا لي وا الدار مال هذا اللون داير هكا مال هذا، غنخليكم نتوما تحملوا المسؤوليه بحال داركم دار داركم. يلا قولوا لي اش من لون نهرس به هذا، واش قلتوا الاحمر خايب، كاين اللي قال لي في الاول الاحمر زوين، خليو لي اللون باش نعرف عاوتاني اللي الحاجه اللي فيها بزاف راه غادي هي اللي غادي ناخذها، هي اللي غادي ناخذ ان شاء الله. شوفوا هنا البنات، شوفوا هاد البلاصه هذه قبل ما ناخذها، نبغيكم تجاوبوني باش اليوم نشوف الفيديو فاش نحط الفيديو وتردوا عليا غنشري داكشي اللي قلتوا لي باش نعرف اش من اللون اللي من غير الكحل، لانه يعني بغيت نهرس اللون اش من اللون اللي يكون مزيان. شفتوا البنات راه طلع ما ساهلش، كيعرف عنده الذوق هو الصراحه. قد ما انا غير حاجه وحده كنبغيو نتشاور قبل ما نشريو الحاجه، قلت ليه المره الجايه تعلم تشاور، ماشي انا كنفرض عليه حاجه انا اللي بغيتها، لا حنا كنتشاوروا واش عجبك انت واش عجبك انت باش كنشريو الحاجه، باش ما يمشي واحد يقول لاخر علاش شريتي هذه بحال هكا. شفتوا هنايا شوفوا كيفاش دايره، هذه حتى هي فيها حتى دابا حتى تفرش باش غيبان لكم داكشي مزيان. شفتوا البنات هذه هي اللي كنتغطاو بها نورمال، هذه القياس ديال 13.5 البنات، لا في دبل بيد لا في سوبر كينغ لا في كينغ سايز، 13.5 مليمتر اللي هي هو هذا، هو هذا هذا يعني الغولد ديال الغطاء كتسمى هذا الدوفيت، هذا 13.5 وكاينه 15، ولكن 15 كتكون غير في دبل وسينجل ودبل هو اللي فيهم، الكبارين هذا سوبر كينغ كتكون فيهم 13.5 هي ذا بيست يعني احسن وحده. هنا البنات شريت غير مسند واحد، علاش؟ لانه هو عزيز عليه المسند ديالو، قال لك هذا عاجبني، قلت ليه خذ مسند اخر باش يجي داكشي بحال هكا، قال لا ديالي كيعجبني وصعيب باش نلقى شي واحد بحال ديالي. ايوا صافي، من بعد خديت انا هذا اللي بان لكم بيض، هو ديالي هذا، هو ديجا ديالو اللي كنحل فيه دابا. بالنسبه للبنات اللون راه ما بغيتش نخسر ليه، هو دار هذاك حل كيبان كلشي غامق. من بعد بعيش صابره ولا نتفرقع عليك، علاش شريتي كحل؟ قال لي يا قولي الحمد لله اللي شريت لك هذا، قولي الحمد لله وشكروا لله، قلت له الحمد لله وشكروا لله، ولكن كنتي تجيبني حاجه مفتوحه باش يفتح البيت، قال لي المره الجايه شري واحد اخر فاتح وهنينا. مالاش قايدي ما داير هذا، خضر واحد اخر باش نبدلو به، ايوا ان شاء الله ندير واحد اخر باش يفتح البيت، لانه الخاميه هي كحله، غيخليكم تشوفوا هذه الحريره هذه. البنات اللي كيسولوني على البنات كيقولوا لي بغينا نسولوك واش فاش كيقولوا لي فاش كيفاش درتي الموكيطه كامل، الموكيطه في الدار كتسخن الدار داك داك العود اللي كيدار في الدار كيجي ستيل ديالو زوين، ولكن البنات ما يصلحش هنا في الانجليز، قليل 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 الناس اللي كيديروا، واخا عندنا الدار سخونيه في الدار عندنا كنشوف لي تفور بحال دابا انا شوفوا واش لابسه راه برا كاين نخرج نلقى الطوموبيل متلجه يعني ما نقدرش نخرج بحال هكا، ولكن ما كيجيش في الدار كيبرد يعني طفيتي السخانه خصك تبقاي ديما السخانه شاعله. اما الموكيطه كتعطي سخونيه كدفي الدار يعني كتجي مزيانه يعني ما كاين. وبالنسبه لحاجه اخرى البنات اللي كيقولوا لي كيفاش لا توسخات لك كيفاش كتصبن، البنات كل فتره فاش كتحسي بالموكيطه انها يعني توسخات، واحد لا ماشين فيديو قديم كنت بارطاجيتو شحال هادي تقريبا راه دازت عليه عام في الفيديوهات القدامين، كاينه واحد لا ماشين كتكرى البنات كتقدري تشريها يعني راه كدير 3 مليون 4 كاينه ديال 2.5 مليون يعني الواحد ما كاينلاش غادي يشريها، وهي كتكرى من دي سوبر مارشي كبار يعني دي ماركت يعني كتكرى من الماركت بحال ازدا بحال
ساينز بيرز الكبيره، كاينين بزاف د البلايص اللي كيكريوها، كتكريها نهار يعني كتوصلي بواحد الايميل ان شاء الله النهار اللي غنحتاجها غنكريها ونوريها لكم. البنات اللي عايشين مثلا في بريطانيا كاينين بزاف البنات اللي عايشين هنا وما عارفينهاش، كتكرا كتعمر بالبرودوي ديالها، كتشريته هو من مثلا خديته من ازدا، كتشرى برودوي كيكون حداها كيتباع، كتميز كتطابي الكود يعني كيصيفطوا لك الكود باش يتاكدوا انك انت اللي خديتيها، كتكريها اونلاين، كيوصلك الكود كطابي في داك البلاصه يعني في واحد البلاصه كيكونوا بحال دي ماشين مخشيين فيها، كطابي داك الكود كيتحل لك الباب، كتاخذي الماشين ديالك كديها وكترديها الوقيشه فاش كتسالي منها، كترديها في نفس البلاصه ملي هزيتيها وكتسدي الباب يعني وكتكدي طق كيتسد الباب عاوتاني الا جا كرا شي واحد اخر كيطابي الكود وياخذها بالماء ما كتصلحش بالليل لان الجيران غيديكلاريو بك كتبقى خدامه وكتصبن الضربيه يعني راه هي اله خاصه بالتصبين كتبقى غاده وتي كتصبني كتبقى غاده باغا كتفزق وما كتعطيش داك الفزوقيه حتى كتقلش كتبدا دير داك الموكيطه. انا بغيت ندير لكم هكا باش حتى نتوما تعرفوا الناس اللي ما عارفينش، كتفزق الموكيطه خصك تحلي الشراجم كاملين اولا على داك النهار ديريها بالصباح بكري تحلي الشراجم كاملين يضرب فيهم الهواء صافي كتنشف، ما كتفزكش الجر بالضربيه بزاف، كتعطي واحد كتعطي الماء كتصبن الضربيه ولكن كتحاول داك الماشين لو ماكسيموم ما تقلتش لك الضربيه ولكن كتصبنها لك كتخليها لك كتلمع بحال يلاه شريتيها. هنا البنات ديما كيغفلني كيجيني حتى الدقيقه 90 قربوا يوصلوا الريدوات ما عرفناش غدا بعدو المهم قال لي فهاد السيمانه ان شاء الله غادي يوصلوا الريدوات اللي هو البلايندرز غادي يوصلوا ان شاء الله شي حاجه اللي نيو يلا خرجوا شي حاجه اللي زوينه كتقدر تنظفيهم باش نبارطاجيهم معكم ان شاء الله غادي يوصلوا وخصني نكون ديجا ماسحه الخوامي باش ماشي انا نبدا نرش عليهم هما يلا جايين جدادين وغادي يركبوا ونبدا نرش عليهم. فهنا استعملت هاد W5 هاد السبراي خاص بالتنظيف ديال الخوامي نقول لكم تنظيف الجاج ايوا هنايا كتصلح هذه يعني كيتباع في ليدل موجود W5 كتعجبني هذه الماركه هذه يعني كتخرج داكشي زوين. بالنسبه للطبلات هي البنات راه الضربات تقدر تهرس يعني هي الماتيغ ديالها الفوقاني بحال ديال الجاج صافي. بلايص اخرين ما كملتهمش لانه انا الاهم حاجه عندي هو الجاج اللي غادي يركب فيه داك البلايندرز هذا هو اهم حاجه عندي. دونك ان شاء الله غندير خوامي غنبارطاجيو معكم حتى هما شتو هادو هما اللي غادي نديرهم لا بقيتو عاقلين عليهم ديجا شحال هذيك توريتهم لكم على هذا الشكل هذا ماشي شتو على هذا الشكل هذا واليدين ديالهم اليدين ديالهم اللي غتعلق فيهم الخاميه هي هذه البنات اللي يدين اللي غتعلق فيهم هادو بحال نفسها تيلصقها ان شاء الله ونوريها لكم. ها هو راه خدام راه خدات الثقابه على قبل لانه راه كاينين بزاف الحاجات اللي محتاجينهم المرايه شحال من حاجه خصني ديرها خدا هادي هاد لا ماركه البنات زوينه ديال التقابه بوش شي حاجه اللي واعره البنات شتو هنا كيفاش جا الخاميه لانه هذا شفتوا هادو تودروا الفيسات قال لي غدا نشري فيسات باش نديرهم هنا شفتوا غيديرها بحال هكا وهذه غادي تجر بحال هكا على هذا الشكل هذا. وصلنا البنات لنهايه ديال الفيديو نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم كنحاول ماكسيموم بارطاجي معكم كل شيء وكنحاول في نفس الوقت ما يجيش الفيديو طويل. بوسه لكم كاملين فتيات كنبغيكم بزاف تهلاو ليا فراسكم نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي السلام عليكم.